فيها سائل ملحي ترفع درجة حرارته إلى 550-600 درجة مئوية. تستخدم هذا السائل الملحي في تسخين المية عشان تولد البخار. محطة الكهرباء عموماً تبقى نووية، تبقى فحم، تبقى غاز، تبقى بترول، تبقى زي ما تبقى، عبارة عن جزئين، جزء توليد بخار وجزء تربينة بتاخد البخار ده تولد الكهرباء. فالجزء توليد البخار ده في أي عنصر من دول بيعمل على إيه؟ بأنه هو عاوز حرارة علشان يبخر المية ويوصلها إلى ما يسمى بالسوبر هيت ستيم، البخار المحمص بالظبط اللي درجة حرارته تزيد عن 320-330 درجة مئوية. فده أنت ما بتقدرش تاخده من الحاجة عادية، لا أنت عايز حاجة تكون درجة حرارتها مرتفعة جدا. فأنت بتشتغل بقى إيه، ببترول أو غاز أو كذا، تحرقه عشان تعمل كده، أو تاخد المركزات الشمسية. ده يوصل لك الكيلو وات ما بين 6 إلى 7 سنت. الحاجة التالتة بنتكلم في المزارع الرياح، ودي النهارده بقت حاجه جميله وموجوده وبيوصل الكيلوات فيها ما بيتخطاش مثلا 2 الى 3. السؤال اللي هساله لحضرتك، هل الطاقه المتجدده او النظيفه دي هتقدر تعمل ريبليسمنت او تقدر تاخد دور البترول والغاز والكلام ده، ولا احنا لسه قدامنا وقت ومده زمنيه كبيره؟ بص يا سيد الفاضل، احنا عندنا الاستهلاكات العالم من الكهرباء في اليوم تبلغ حوالي 16 تيرا وات. تستطيع الشمس انها تولد 23,000 تيرا لوحدها. 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 احنا هنا في مصر حسب التقارير الصادره من وزاره الكهرباء، احنا النهارده انتاجنا من الكهرباء في حدود 55 جيجا وات ساعه. تقارير صادره من الكهرباء بتقول انه عندنا مناطق ذات درجه سطوع وكفاءه شمسيه عاليه نستطيع ان نولد منها 2300 جيجا وات كهرباء. يعني تقريبا بتتكلم في 40 ضعف، بتتكلم في رقم كبير، رقم مهول، اكتر من 40 ضعف يمكن. ده بالنسبه للطاقه الشمسيه. وعندنا طاقه رياح برضو طبقا للتقارير الصادره من الكهرباء تولد اكتر من 630 جيجا وات ساعه، يعني بتتكلم تقريبا في 12 ضعف. طب يبقى المشكله فين؟ المشكله في نمط الاستثمار، وهي دي بقى الجزئيه الكويسه، وانت طبعا هتلقطها على طول لان انت راجل تخصص، انت راجل مطور ففاهم انه يعني ايه في كلمه مطور. هو بيشيل الاعباء عن الشخص في انه يعمل له حاجه ينميها هو ويقدر يتعامل معاها باسلوب مالي ممتد على مدار سنين طويله ويتيح لها التمويل اللازم دي. احنا دايما بنفكر في ايه، ان انا اعمل محطه كهرباء. لا، انا عايز اطلع من الحته دي، لان انا النهارده عشان اعمل محطه كهرباء مثلا طاقه احفوريه الجيجا بمليار دولار وبتستهلك لها ب 700 مليون دولار وقود في السنه. فبعد 5 سنين بقى ثمنها بالاستهلاك بتاعها داخل له في 4.5 5 مليار دولار. يبقى انت عايز تجذب مستثمرين اجانب وتضيع دور القطاع الخاص. انا عايز اعامل الطاقه الكهربائيه زي ما احنا بنشتغل في البترول. هخصص مناطق امتياز واديها للناس تعمل فيها مزارع رياح او مزارع طاقه شمسيه ايا كانت التكنولوجيا المستخدمه، واخد قصاد ارضي حصه 20 الى 25% مجانا، ويبقى لي اولويه لو حبيت اخد كهرباء من اللي هو بيولدها اخدها بالسعر اللي هو هنتفق عليه من الاول زي ما احنا عاملين في الاتفاقيات الامتياز. طب والباقي الكهرباء دي الراجل هيديها فين؟ هيصدرها بره. النهارده اوروبا كلها، اوروبا عامله حسابها على خطه ورصد لها اكتر من 15 مليار يورو لعمل كابلات بحريه ما بين مصر واوروبا لتوصيل طاقة نظيفة على غرار ما تم تنفيذه في موريتانيا والمغرب. تمام. فأنت هنا محتاج، يعني احنا اوريدي عندنا كيس استادي قبل كده موريتانيا والمغرب. فأنت كل ما تحتاجه هو تغيير فكر ونمط الاستثمار اللي اتعود ان انا اللي اعمل المحطة عشان انا اللي ابيع المحطة. وده دور مين بقى بالظبط؟ الحقيقة ده دور دلوقتي ما اقدرش اقول لك ده دور وزارة معينة، لكن هناك جهاز كبير اسمه المجلس الاعلى للطاقه، بيرأسه السيد رئيس الوزراء شخصيا، وفي ما بين 12 وزير وجهه اجهزه بتضمن تواجد كل الشرايح والستيك هولدرز بتوع عمليه الطاقه في مصر. انت في عندك وزير البترول، وفي عندك وزير الكهرباء، وفي عندك وزير الماليه، وفي عندك وزير الصناعه، وفي عندك وزير الاستثمار، وزير التنميه المحليه، في
في عندك وزير البيئة، في عندك وزير الإنتاج الحربي، في الأجهزة المختلفة. لأنه القصة أنت لما بتيجي تتكلم في النقش، أنت لما بتيجي تتكلم النهاردة عايز تقول مثلا إحنا والله هنتوسع في الإسكان. طيب هنتوسع في الإسكان يا جماعة، إحنا محتاجين مثلا 16 جيجا خلال مثلا السنتين ثلاثة الجايين. أنت راجل بتاع إسكان مالكش دعوة بقى دول هيتعملوا إزاي. فأنا هقول لك أه والله 16 جيجا دول، ده دول بدايات بتاع الكهرباء، هيقول لك إيه دول بداية كده ادي 16 مليار دولار استثمارات، ومحتاجين لهم تضرب الرقم ده في 0.75، فانت محتاج لك ب 12 مليار دولار مثلا كل سنة وقود. انت يا عم يا بتاع الكهرباء يا بتاع البترول عندك الوقود ده؟ يقول لك لا والله مش عندي. طب هنقدر نستورده من الخارج؟ هيرد بتاع المالية يقول له لا ما اقدرش استورده من الخارج. فيبقى لازم نعمل ايه؟ لازم نبص على الحلول البديلة. هتيجي وزيرة البيئة تقول لك لا انا عايز اتكلم على طاقه نظيفه، كلمني بقى على الطاقه الشمسيه وعلى طاقه الرياح وعلى الحاجات اللي زي كده ونشوف هتبقى تكلفتها عامله ازاي. طيب انا محتاج اعمل النموذج ده. طيب يا وزير الاستثمار ده ورشه عمل الأراضي متكامله. عشان كده انا بقول لك ان في جهاز كبير اسمه المجلس الاعلى للطاقه، وظيفته ايه؟ ان يخصص، ان يشوف، ان هو يشوف ايه هي احتياجات الديفرنت يوزرز، المستخدمين المختلفين في كل اتجاهاتهم، في الصناعه وفي الزراعه وفي المساء وفي الاسكان وفي التكرير وفي البتروكيماويات. يشوف كل واحد ويشوف ايه نوعيه الوقود السليمه ليه. على سبيل المثال انا النهارده مثلا في من ضمن الناس المستخدمين الكبار مثلا مصانع الاسمده، هو بياخد بترول وغاز ليه؟ بيحرقه عشان عايز ياخد منه الهيدروجين، ويخلط الهيدروجين ده في الجو مع النيتروجين من الجو، بقى عنده أمونيا، هي دي القاعدة بتاعت تصنيع الأسمدة.